فآخر أهم الأخبار الاقتصادية والبداية مشاهدينا مع البنك الدولي، حيث راجع توقعاته للنمو العالمي العام 2023 لتنخفض إلى 1.7% مقابل 3% في يونيو الماضي، وذلك بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية. وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة وثلثي البلدان الناشئة أو النامية، مشيرة إلى تسجيل الولايات المتحدة نموا ضعيفا بواقع 7% مقابل انعدام النمو في أوروبا خلال العام الجاري. قالت حكومة المملكة المتحدة أنها ستقلص دعم الطاقة للشركات بدءا من إبريل المقبل، حيث يسعى وزير المالية جيرمي هانت إلى تحقيق وفرة مالية لدعم الخزانة العامة. وكشف وزير الخزانة البريطاني أمام مجلس العموم عن إطلاق برنامج جديد مدته 12 شهرا خلال إبريل المقبل لمساعدة الشركات البريطانية على مواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة، تصل تكلفته إلى 5.5 مليار جنيه استرليني. وقال الوزير: لا يمكن لأي حكومة مسؤولة وجادة في أي مكان بالعالم أن توفر الدعم للشركات بشكل دائم. قالت رئيسة هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية ماغي آن إنها تدعم الانتقال السريع إلى رقابة أكثر صرامة على صناعة العملات المشفرة. وأشارت رئيسة الهيئة خلال مؤتمر أمس الأول إلى سعي الهيئة إلى تغيير النظام المعمول به حاليا، وجعل الحصول على ترخيص خدمات العملات المشفرة إلزاميا بدلا من كونه اختياريا. ووفقا للنظام الجاري الذي تأسس في 2019، ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب البرلمان خلال الشهر الجاري مشروع قانون لتغيير الصيغة الحالية للتراخيص من اختيارية إلى إلزامية. أكدت وزارة الطاقة الروسية أن موسكو ستراقب الأسعار العالمية للخام الروسية للعمل على الحد من أي تخفيضات يحتمل حدوثها في الأسعار. وأضافت الوزارة في بيانها بأنه من المرجح نشر لوائح المراقبة في أقرب وقت، والتي تستند لمرسوم رئاسي صدر في ديسمبر الماضي يهدف إلى التصدي للحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة السبع بداية الشهر الماضي. قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية عامل حاسم بالنسبة لقدرته على مكافحة التضخم، ولكن ذلك بحسب قوله يتطلب الابتعاد عن بعض القضايا التي تتخطى حدود التفويض الذي وضعه الكونغرس. وأضاف باول في تصريحات أمام منتدى بشأن استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي إن استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم قد تتطلب إجراءات لا تحظى بالشعبية على الأمد القصير، مثل ما يحدث الآن من رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة انعكاسات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود. ويقول صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم الجديدة ستساعدهم على اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعها بمعدلات أكبر مثل ما حدث العام الماضي. مشاهدينا، ختام هذه الفقرة الاقتصادية، أشكر حضراتكم على طيب المتابعة.